أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس مانويل ماكرون رئيس جمهورية فرنسا، سادة الرؤساء وممثلو الحكومات، سادة الرؤساء وممثلو المنظمات والمؤسسات الدولية، سيدات والسادة حضور جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي في البدء أن أتوجه لكم فخامة الرئيس ماكرون نيابة عن شعب وحكومة السودان، وأصالة عن نفسي بالتحية والتقدير على مبادرتكم الكريمة بدعوتي واستضافة هذا المؤتمر المهم الذي يتيح فرصة تاريخية للسودان ليعاود انطلاقه في العالم كبلد يستعد مرة أخرى للاندماج في مجتمع الأمم، حاملاً رسالة خير وسلام وتعاون مع الآخرين بعد أن ظل لثلاثين عاماً معزولاً خاضعاً للعقوبات. كما أحيي وأشكر رؤساء وزعماء الدول والمنظمات والمؤسسات العالمية والإقليمية لمشاركتهم في هذا المؤتمر المهم، مما يؤكد دعمهم للانتقال الديمقراطي في السودان وحرصهم على إرساء معاني السلام والأمن والازدهار كحقوق أساسية لجميع شعوب العالم. إننا يا فخامة الرئيس لنعتز ونزعد بدعمكم ومساندتكم لمسيرة الانتقال في السودان، وتأتي مبادرتكم بعقد هذا المؤتمر واستضافة مؤتمر تمويل اقتصاديات قارة أفريقيا يؤكد كل هذا دوركم القيادي والرائد في المجتمع الدولي كقوة فاعلة تسعى إلى مخاطبة انشغالات وهموم دول العالم النامية ودعم مسيراتها الاقتصادية والسياسية، وهذا أمر ستحفظه لكم ذاكرة الشعوب قبل الحكومات، وسيظل في قلوب وويدان شعبنا الذي يمر بمنعطف هام في تاريخه عبر هذا الانتقال. السادة والسيدات، لقد قدمت الثورة السودانية في ديسمبر 2018 نموذجاً متفرداً بسلميتها وبطولاتها وتضحياتها التي قدمها شباب وشابات بلادي، وجاء انحياز القوات المسلحة السودانية إلى السوار تأكيداً لإيمان القوات بقضية الثورة وحتمية تغيير النظام الحاكم بكل ما كان يمثله من ديكتاتورية. لقد لجأ السوار في اعتصامهم الشهير إلى ساحة القيادة العامة للقوات المسلحة في خطوة رمزية كبيرة تؤكد ثقة الشعب في مؤسسته العسكرية. إننا نفتخر بهذا الدور التاريخي والمفصلي الذي قامت به القوات المسلحة في السودان، والذي يضيف بعداً آخر لتفرد الثورة السودانية وتميز الثورة السودانية وقصة نجاحها. لذلك ستبقى القوات المسلحة هي الضامن والحارس للتحول الديمقراطي والحامي للفترة الانتقالية، وستستمر ضمن مكونات الحكومة الانتقالية تؤدي واجبها الدستوري المنوط بها في حماية مصالح وحدود السودان وأمنه بكل السبل والوسائل. سادة والسيدات، إن التغيير الذي أحدثه ثورة ديسمبر المجيدة في السودان هو تغيير حقيقي وتاريخي نحو التحول الديمقراطي والانفتاح على العالم الخارجي، ونحن الآن نسير في المسار الصحيح نجل عودة السودان إلى المنظومة الدولية لإجراء الإصلاحات اللازمة التي شملت على سبيل المثال الإصلاح القانوني والإصلاح العدلي والاقتصادي، كذلك إطلاق الحريات العامة وتحقيق السلام الداخلي وتوقيع اتفاقيات السلام في جوبا مع جزء كبير من الحركات المسلحة المعارضة، والشروع في إكمال مسيرة السلام مع الأطراف الأخرى. كل ذلك كان ثمرة للشراكة بين القوى المدنية والعسكرية اللذان يمثلان طرفي الشراكة في حكومة الفترة الانتقالية التي توسعت الآن بعد انضمام مجموعات سلام جوبا. إن اتفاقيات السلام التي تم توقيعها في جوبا تركز على معالجة جذور وأسباب النزاع الحقيقية. المعالجات تواجه تحديات كبيرة تعترض تنفيذها، وذلك بسبب عدم توفر الموارد اللازمة
لجهود إعادة الإعمار في مناطق النزاعات وجهود العودة الطوعية للنازحين واللاجئين والترتيبات الأمنية المتعلقة بإعادة الإدماج والتسريح وغيرها. إننا نتطلع إلى دعم المجتمع الدولي لهذه الإجراءات حتى نتمكن من بناء السلام واستدامته في السودان. سادة والسيدات، إن السودان بموقعه وتاريخه ومساهماته جدير بأن يكون رائداً في المجتمع الإقليمي والدولي، ويطيب لي هنا أن أؤكد بأننا في مجلس السيادة ظللنا ندعم بقوة جهود الانفتاح الخارجي التي تقودها الحكومة التنفيذية من خلال حرصنا وتواصلنا المباشر مع رؤساء وزعماء الدول الصديقة والشقيقة، خصوصاً مع دول الجوار الأفريقي والعربي، وبذلنا جهداً مكملاً للحكومة التنفيذية في تأكيد أهمية الانضمام لمبادرات السلام في منطقة الشرق الأوسط ودعم كل مبادرة من شأنها أن تعود بفائدة على الانتقال الديمقراطي في السودان لما يحفظ للسودان قراره وسيادته ويؤهله ليصبح ركيزة أساسية لاستدامة الأمن والاستقرار في المنطقة. إننا لنرجو أن نؤكد في الانتقالية الالتزام بكافة المواثيق والعهود الدولية وحقوق الإنسان واحترام المبادئ الأساسية للصداقة والتعاون وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، فضلاً عن المساهمة الفاعلة في ترقية التعاون الإقليمي والدولي وانتهاج سياسات حسن الجوار. ولا بد لي هنا من التأكيد على أن السودان بلد داعم للسلام والأمن الإقليمي. إنما توافقنا عليه في مؤسسات الحكومة الانتقالية هو الدعوة إلى انتهاج التفاوض لحل خلافاتنا، خاصة مع جارة أثيوبيا في قضية سد النهضة بما يحفظ حقوق الدول الثلاث وفق القانون الدولي. كما أننا نؤكد أن السودان بذات حرصه على وحدة وسلامة أراضيه وسيادته على حدوده المعترف بها دولياً حريص أيضاً على أمن واستقرار جارة أثيوبيا وعلى مبادئ التعاون الإقليمي والدولي، خاصة المهددات الأمنية مثل جهود مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة العابرة. أصحاب الفخامة، السيدات والسادة، إن شراكتنا التي تكونت بعد نجاح الثورة تعمل بشكل جيد وتسير بالبلاد بخطى واثقة لتحقيق شعارات الثورة وإكمال التحول الديمقراطي المنشود بنهاية الفترة الانتقالية. إن الوضع الاقتصادي يمثل أهم التحديات التي تؤثر بشكل مباشر على برامج الفترة الانتقالية. رغم الجهود المبذولة من الحكومة الانتقالية لمخاطبة جذور الأزمة الاقتصادية ومعالجة الاختلالات الهيكلية لتمكين الاقتصاد من أن يتعافى وينطلق، إلا أن هذه المعالجات نفسها كان لها ثمنها الاجتماعي الكبير على المواطن الذي يعاني معاناة حقيقية في الحصول على احتياجاته الأساسية. إن الموارد الطبيعية التي يزخر بها السودان كفيلة بأن تجعله قادر على التحول من دولة نامية مثقلة بالديون إلى دولة تقف في مصاف الاقتصادات الناهضة. إن خطوات الإصلاح الاقتصادي التي انتهجتها الحكومة الانتقالية مع توفير الدعم الدولي اللازم والذي نتطلع إلى جزء مقدر منه من خلال هذا المؤتمر سيساعدنا قطعاً على أن نسير بثقة في الطريق الصحيح بما يجعل من بلادنا وجهة استثمار أساسية في القارة الأفريقية. إن ترتيبات الفترة الانتقالية ماضية بكل ثقة في تحقيق التحول والتغيير الذي نادت به شعارات الثورة في الحرية والسلام والعدالة، وسنمضي مسلحون بالعزيمة والإصرار على إنجاحها وبلوغ غاياتها حتى تصبح بالفعل نموذجاً محتذى في إقليمنا، وحتى نحقق للشعب السوداني ما يصبو إليه من حياة حرة كريمة عزيزة هو جدير بها وقدم في سبيلها الكثير من التضحيات. أسمحوا لي في الختام أن أتوجه بالشكر مرة أخرى إلى فخامة الرئيس ماكرون وجمهورية فرنسا على دعمهم الكبير وجهودهم المقدرة في استضافة ونجاح هذا المؤتمر. كما أتوجه بالشكر لكم السادة رؤساء وزعماء الدول وممثلي المنظمات والصناديق والمؤسسات الدولية على مشاركتكم الكريمة ودعمكم الكبير
السودان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.